على السوشيال ميديا يا هاني في قصة لطفلة معروفة ولها متابعين كثير واللي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب المحتوى اللي بتنشر في حسابها وأنه ما يتناسب أبداً مع عمرها كطفلة بعمر 12 سنة. فعلاً في رواد لمواقع التواصل الاجتماعي ومحامين طالبوا بإغلاق حسابها ومحاسبة الأشخاص اللي هم مفروض مسؤولين عن المحتوى اللي تقدمه طفلة بعمرها. وإحنا أكيد نتحفظ عن نشر المحتوى طبعاً. أو الاسم هذه الطفلة يعني حماية لطفولتها. كثير من الناس يعني صاروا ينتقدون طفلة، طيب هي هذه طفلة بالنهاية، انت هي ما هي عارفة، لا توجه لها الموضوع. هذه القصة هاني وغيرها من القصص طرحت يمكن كثير تساؤلات حول الأطفال والمشاهير والسوشيال ميديا، وطبعا في نماذج مختلفة لأطفال مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا حالة لطفلة مشهورة على السوشيال ميديا وهي سارة بنت البدر. هي أصغر فارسة إماراتية واللي حققت شهرة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب عفويتها وخفة دمها والمحتوى اللي قاعد تقدمه. فنرحب بسارة. اهلا اهلا يا سارة، صباح الخير. صباح يا سارة خير. اهلا وسهلا فيك، نورتين. ايش الفستان الحلو هذا؟ ايش هذه والجمال؟ الفستان العيد؟ لا لا مو فستان، الفستان حق البرنامج اليوم صح؟ فستان من الفساتين. من الفساتين. زين احنا مستانسين اليوم ان انت معنا، امورك تمام؟ كم عمرك سارة؟ عمري 8 سنوات. 8 سنوات وتحب ال، سمعت انك انت فارسه شاطره ان شاء الله قريبا. زين ساره، الحين كثير من مثلا البنات اللي بعمرك الحلوين حلوات عندهم حسابات على السوشيال ميديا وعندهم كثير متابعين وناس تكتب لهم وانت تنزلين شغلات صح؟ في احد يساعدك انه يدير الحساب هذا مثلا حقك، يشوف مثلا اذا في شيء مو زين او احد مثلا يطرش لك شيء انت ما تبينه، في احد معك ولا؟ أبوي مرات أنا مرات أبوي يعني. مرات أنت مرات أبوي. وشلون تحسين يعني هذا موضوع أن أنت مشهورة هذا الشيء زين؟ أن الناس مثلا تعرفك لما تشوفك مثلا بالسوق تجي تصور عليك، تصور عفوا معاك أو ينادونك، عادي عندك؟ هي عادي. عادي. وفي المدرسة، في المدرسة سارة كيف صحباتك؟ يحبونك أنت مشهورة ولا ممكن شوي يضايقوكي في الموضوع؟ ما يضايقوني. ما يضايقوكي؟ يضايق. طب تجيكي أوقات مثلا تعليقات يعني كيف أقول إنه مثلاً تعليقات ما هي حلوة، ما هي حلوة، تجيك أوقات تعليقات ولا لا؟ الحمد لله تعليقات دائماً إيجابية. دائماً حلوة؟ الحمد لله. زين أنت الحين مثلاً تتابعي تشوفين مثلاً بنات ثانيات مشهورات على السوشيال ميديا تتابعينهم أنت؟ يعني مرات أنا يعني دائماً أبوي مرات أنا ما يعني مرات أشوف مرات أنا ما أشوف. ما تشوف. زين عندك أصدقاء من السوشيال ميديا كثير؟ زين الحين مثلا في ناس يقولون ان يعني نسمع احنا مثلا يقولون انه اذا في مثلا بنت صغيره او طفل صغير المفروض لازم يعني اهله يتابعون يشوفون هو ايش قاعد ينزل، ايش قاعد يحط على حساباته، ايش قاعد الناس شنو قاعد تطرش له. وفي ناس يقول لك لا هذا مثلا هو بكيفه. انت اي جهه تروحين؟ انت بكيفك ولا لازم في مساعده؟ هو يعني ما يقول لي، يقول لك يقول لي شو لازم أقول، شو لازم أسوي، شو يعني إذا أسوي ولا لا، أكلم هذا أو لا، أقولهم بوش أو لا. فهو دائما يقول لك إيش لازم تسوي وإيش لازم تنزلي صور صح؟ طب إحنا عندنا فيديو صغير عنك، خلينا نشوفه سوا، إيش رأيك وبعدين نرجع. يلا ما شاء الله يا سارة والله حركات. متى بدأت الفروسية؟ كم كان عمرك؟ أنا عمري 3 سنوات. والخلاني أحب هذا الفروسية هو شيخ محمد بن راشد وهو قدوتي. تعرف إنه أنا مع يعني جربت مرة ركبت خيل أعتقد مرة واحدة. بس حسيته صعب. مو صعب سارة؟ لا. مين ساعدك أكثر شيء في التدريبات؟ أبوي. في التدريبات قد إيش تدربي تقريبا؟ الحين جمب. جمب. في جمب في الموضوع كمان. اوه حلو. طب مثلا مره في الاسبوع ولا كل يوم ولا مره في الاسبوع؟ مره في الاسبوع. وايش تحب تصيري في المستقبل؟ احب اصير دكتوره اسنان. دكتوره اسنان يا حليلك. الله.
نجي بعدين نصلح اسناننا عندك نكون كبار واسناني طاحت يا ساره خلاص. انت اللي طلعتي معانا ترى قلنا سعر زين. زين ساره الحين مثلا في اهل يقولون انه انا مثلا ما ابي بنتي او ولدي يصيرون مشاهير ما ابيهم انا ما ابي هذا الشيء. انت بالنسبه لك عادي الموضوع؟ يعني انت مثلا انه تتعاملين مع موضوع انه انت مثلا مشهوره الصديقات في المدرسه يعرفون هذا الشيء؟ يعني هذا تحبين هذا الشيء ولا ما تحبين؟ عادي عادي. طب ساره انا سمعت انك كمان انت بتحضري برنامج صح؟ ايش هو البرنامج حكينا؟ برنامج هو التشالنج هورس. تشالنج هورس. تشالنج هورس ايش طيب حكينا؟ يعني مثل يعني انا اروح عند الحصان واسوي مثل اشياء واسال الناس انتوا تركبون حصان كم عمركم؟ يعني حلو حلو. زين الحين مثلا اذا ساره تبي تركب حصان وتتعلم شنو تنصحينها؟ عادي انا ادرب اي حد. دربين اي احد؟ اي ممكن تدربينها؟ ايه. شنو اول مثلا تمرين او تدريب تسوينه حق ساره؟ اول شيء لازم تتعلم الووك بعدين ترد بعدين كانتر. حلو. بس انا تعرفي ساره ايش المشكله؟ شويه اخاف عن يعني ما لازم تخافي. اطيح؟ ما اطيح؟ ما يخوف. ما يخوف ابدا؟ ايه. يعني لازم اول شيء انسى الخوف بعدين ابدا التدريبات صح؟ ايه. خلاص ما دام انت معايا انا اكيد حنسى الخوف يا ساره. كن مبسوطه مره. احنا ساره اليوم يعني استانسنا انه انت موجوده معانا. نورتينا. نورتينا بجمالك وبالكشخه الحلوه هذه. ونتمنى لك ان شاء الله مستقبل. في احد الحين مثلا اذا تكوني انت المدربه شلون يوصل عندك؟ يكلمك على حسابك؟ هي يعني يكلموني يتصلون فيني يقولوا لي هذا متى هم يبوني انا ادربهم. زين ونسلم ونقول تحيه للوالد لانه هو ما شاء الله موجود هنا يعني موجود هو معانا ودائما هو معاك ويهتم فيك فالله يحفظكم البعض. في عندك اي شيء تبي تقولينه بالاخير؟ في احد تبي تسلمين عليه في الشاشه؟ في احد يتابعك من البيت دحين؟ ها؟ في ولا ما في؟ زين احنا الحين كل الناس بالوطن العربي وحتى باوروبا وبامريكا الحين عرفوا ساره هذه الفارسه. حلوين؟ شكرا. انت جميله.